بسم الله الرحمن الرحيم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن تسهيل حياة الناس يمثل الغاية الأساسية والهدف الأسمى لعمل حكومة دولة الإمارات، وأن المهمة الأولى للوزارات والجهات الحكومية هي تطوير خدماتها وإجراءاتها وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالميا. جاء ذلك خلال حضور سموه جانبا من جلسات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية التي نظمتها حكومة دولة الإمارات لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إن الجهات الحكومية ستعمل على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50% وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية. وأضاف سموه أن الأنظمة والإجراءات وضعت لخدمة الناس وتسهيل حياتهم، وشدد سموه أن تصفير البيروقراطية الحكومية وتسريع إنجاز وتقديم الخدمات ركيزتان للتوجهات المستقبلية بتصميم وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم.